مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم المسائيه. واليوم حلقتنا جدا متميزه، حيكون للذين بيهتموا دائما بجمال الابتسامه، ونحن عارفين اهميه الابتسامه في الشكل الخارجي وايضا انعكاسها على النفسيه الجيده. واليوم حنتكلم بالتحديد عن العادات اللي ممكن بتسبب تشوهات في الفكين، وحيكون معانا للاجابه عن الكثير من الاسئله ضيفنا المتميز من داخل الاستوديو الدكتور محمد خريس، اخصائي التقويم والفكين وماجستير تقويم الاسنان. اهلا ومرحبا بك دكتور. اهلا فيك واهلا في المشاهدين جميعا، اهلا وسهلا فيك. منورنا جدا دكتور. واليوم يعني حلقتنا في البدايه نحن حبينا نتكلم عن العادات اللي هي بتسبب تشوهات الفكين. زي ما احنا عارفين مص الاصبع، وبنشوف انه اكثر هذه الحالات بتكون دائما من من منذ الصغر، يعني بنشوف الاطفال من 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 الاسنان اللبنيه ومن نعم من الشهور الاولى قبل ما تطلع الاسنان اللبنيه. صحيح، عادة زي ما قلتي زي عادة مص الأصبع وعادات غيرها حنتكلم عليها. هلا خلينا نتكلم إيش هو الوضع الطبيعي، كيف المفروض تكون الأسنان بالشكل الطبيعي وكيف العادات ممكن تأثر عليها. هلا الوضع الطبيعي للأسنان والفكين، مفروض يكون الأسنان الفك العلوي مفروض يكون أكبر من الفك السفلي بحيث يكون ضامه. الأسنان العلوية مفروض تكون مقدمة على السفلية 2 ملي وغطي عليها 2 ملي. هذه معلومة يعني جدا مهمة، لأنه كنا بنفتكر أنه الأسنان الجميلة لازم تكون متصافة صح على بعض. نعم. بالضبط، هذا إيش تو إيج، هذا كلام مش صحيح. أنا أتكلم لك هلأ كأيديا كجمالي، طبعا موضوع نسبي، جمال نسبي، بس في معايير محددة أو في زوايا محددة. هلأ في زوايا بالنسبة أو في معايير بالنسبة للأسنان أو معايير بالنسبة للفكين. الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه هلأ بالنسبة للعادات بتأثر أكثر حتى بالأسنان وعلى الفكين. تمام. لو أجيت تكلميني إيش السن المفروض يبدأ يفحص فيه الطفل أول مرة، مفروض يفحص أول مرة 7 سنوات، لأنه في هذه الفترة بنقدر نتنبأ إيش فيه مشاكل بالفكين وبنقدر نحلها، نبدأ نقدر ناخد إجراءات نحلها عشان نمنع بعدين أنه نسوي جراحة أو أي إجراء كبير. تمام؟ نعالج المشكلة من البداية. نعالج المشكلة من البداية. كنت بقول لك على العادات. العادات هلأ ممكن خليك أقسم لك أو أعطيك بعض العادات، زي مص الأصبع زي ما قلتي، زي البلع العكسي، زي التنفس من الفم، زي تحط لك ست نعم. دي فعلا من اكثر العادات اللي يعني بنشوف بمرور الزمن انه الطفل فعلا بالزبط. اصبح فيه مشكله في بروز الفكين. فهذا هذه العادات ايش ممكن تسبب؟ ممكن تسبب تقدم بالفك العلوي، ممكن تسبب عضه مفتوحه وتضيق من الفك من الاسنان اللي ورا. لازم ناخذ اجراء من بالنسبه لها من بدري، زي ما قلت لو شفنا الطفل بيعض اصبعه او بيتنفس من فمه لازم ناخذ اجراء من بدري. نحاول نمنعه في طرق كثيره، سواء بنحفزه عليها او بنستعمل اجهزه اجهزه ثابته او متحركه. زي ايش دكتور؟ طيب ممكن تكون زي شوف في الاجهزه اللي ممكن نستعملها، في اجهزه ممكن تتركب حتى على الاصبع نفسه تمنع ان هو يدخل في فمه، او في اجهزه بتسمي زي كابح للسان بيمنع اللسان انه يتقدم او بيمنع التاثير انه الاصبع يجي على الفك العلوي بحيث يمنع هذا التأثير انه يصير. فلازم دائما في البداية لازم الطفل من عمر 7 أو 8 سنين يكشف اول مرة. ما بناخد اجراء احيانا، احيانا بنحفز، احيانا بيكون اجراءات بسيطة جدا ممكن تمنع مشاكل كبيرة ممكن تصير بعدين. طب يعني كيف بيكون المعالجة؟ يعني هل المعالجة اللي هو بروز الفكين بتختلف على حسب الأسباب؟ إذا كانت بروز الفكين لأسباب غير الأسباب اللي نحن ذكرناها، هل بتختلف في العلاج دكتور؟ طبعا هل المعالجات بالنسبة لل زي ما قلت لك للأسنان وللفكين بتختلف حسب إيش المرحلة العمرية. إحنا هون نتكلم عن مرحلة الأطفال، مرحلة لسه الفك بيتكون، لسه الطفل بينمو. فالمعالجة هنا بتصير إن نحن نمنع السبب أهم شيء، بعدين بنعالج الأضرار اللي حاصلة. أحيانا لما نمنع السبب فقط الأضرار بتروح. صحيح. من غير ما نتدخل بالتقويم او اي اجراء علاج نسويه. وبرضه دكتور يعني مشكله الخلع المبكر للاسنان اللبنيه، ايش هي الاضرار اللي ممكن تترتب على هذه المشكله؟ لا لازم لو خلعنا اسنان لبنيه بوقت مبكر لازم نحط حافظ المسافه مكان السن.
لأنه لو خلعناه وسبناه ممكن يؤدي أنه السن الدائم ما ينزل في مكانه، ويؤدي على الانحراف للأسنان الأخرى. فالخلع المبكر للأسنان اللبنية غير صحيح، لازم يكون تحت إشراف طبيب الأطفال، نخلعه بالوقت المناسب. لو اضطرينا أن احنا نخلعه بدري فلازم نحط حافظ للمسافة عشان يمنع الأضرار اللي بتصير، وحافظ المسافة هذا بيعطي طريق للسن الدائم أنه ينزل مكانه. هذه معلومة مهمة جدا بالنسبة لخلع الأسنان للأطفال، لأنه دكتور يعني ممكن نحن أغلبيتنا بنخلي المشكلة إلين ما تحصل بعدين نشوف معالجات. هذه للأسف، للأسف يعني زي ما قلت، هذه في خرافة أو تفكير أنه التقويم لازم بعد ما الأسنان اللبنية تخلص، أو بس الأسنان الدائمة تطلع بنركب التقويم، وهذه فكره خطا زي ما قلت لك، لانه احنا لو كشفنا مبكرا بنقدر نعالج مشاكل الفكين، لانه بعد البلوغ مشاكل الفكين بيكون علاجنا لها محدود. فبيضطر بعديها للجراحه، جراحه وجه الفكين، وهي جراحه كبيره ما هي سهله. فدائما الحل بالكشف المبكر بنقدر نمنع مشاكل كثير ممكن تصير. طيب دكتور، يعني بنشوف انه في حلول كثيره مثل التقويم واللي هي جراحه الفكين، على حسب الحالات طبعا انت بتقرر اذا كان هذه الحاله بينفع عليها جراحه الفكين او التقويم. يعني كيف بتعرف تحدد انه، او ايش المؤشرات اللي ممكن بتدل لنا على انه هذا المريض هو بيحتاج تقويم فقط وليس جراحه فكين؟ نعم، هلا طبعا احنا لو تجاوزنا مرحله البلوغ وكان الشخص عنده مشكله بالفكين، نبدأ لازم نسوي لها علاج بالتقويم. العلاج بالتقويم بيكون شكل من الاثنين، تمام؟ إذا كانت مشكلة الفكين ممكن ما تكون كبيرة، ساعتها بنسوي كاموفلاج أو بنسوي علاج بالتقويم يحاول يخفف المشكلة، تمام؟ ما بيحل المشكلة كبيرة بالنسبة للفكين بس بيخففها. أو الحل الثاني إنه احنا نسوي جراحة، بحيث إن احنا نركب تقويم، بنحضر الأسنان للجراحة، بعدين الجراح بيسوي الجراح سواء قص الفك العلوي او السفلي، سواء اذا كان الفك العلوي او السفلي متقدم، عظمه مفتوحه، ابتسامه لثويه كبيره او غيره، يعني في كثير مجال واسع طبعا الجراحه. صحيح. فساعتها بنحضر العمليه بالتقويم لما يسوي الجراحه، بعدين الفينشنج تاتشز بنسويها بالتقويم. بس هذا دائما بيكون بعد البلوغ، وهذه المشاكل كان ممكن كثير نتلافاها لو احنا عالجنا التقويم مبكر. طب كمان دكتور، مشكلة البروز يعني هل حلها دائما بيكون الخلع؟ هلا البروز، بالنسبة للبروز أسنان كثير في ناس بتيجي بتقول لك عندي بروز، يعني هذا دائما بواجهه يعني في العيادة، دائما دركب تقويم عندي بروز، دركب تقويم عندي بروز. دائما البروز هذا ما بيكون حقيقي، ممكن ما يكون حقيقي، تمام؟ الأشعة هي غالبا هي اللي بتحكم. بتحكم إذا كان في بروز، وإذا كان في بروز في الأسنان فقط أو في بروز في الفكين، وساعتها على هذا الأساس بيكون كيف العلاج. الخلع نحتاجه طبعا في بعض الحالات بالتقويم، بس مش دائما. وفي حلول أخرى غير الخلع بتعالج بروز، سواء بيكون باستعمال زرعات تقويمية، بنرجع الأسنان أحيانا للخلف، أو أحيانا بنسوي ستريبنج أو برد بسيط بيرجع الأسنان. فمش دائما الخلع دائما بيكون مرتبط بالتقويم زي ما كل الناس يعني بتفكر، رابط الفكرتين مع بعض. صحيح. طب يعني دكتور، انت برضو ذكرت من المعلومات المهمه جدا انه مفهوم انه لازم استنى الى الاسنان الدائمه تطلع عشان انا اقدر اركب تقويم هي معلومه خاطئه. طب ايش هو العمر المناسب للتقويم؟ ما في عمر مناسب للتقويم، يعني التقويم ممكن من 7 سنوات لين 60-70 سنة. هو بيعتمد إذا حتى لو سن كبير، يعني لو العظم واللثة والأنسجة سليمة بنقدر نركب تقويم. بس دائما زي ما قلت بننصح إنه إحنا أول زيارة طبيب التقويم تكون من 7 إلى 8 سنوات. عشان نقدر نتنبأ بالمشاكل اللي ممكن تكون موجودة. طيب يعني احنا بنتكلم عن إمكانية تقويم الأطفال، خلينا نتكلم عن تقويم الأطفال والأجهزة التقويمية كمان لعلاج الفكين، يعني هل لهم أجهزة متخصصة؟ طبعا قلت لك الستاندرد في علاقة الأسنان، وفي ستاندرد في علاقة الفكين نفسه، تمام؟
لما يكون في طفل في مرحلة قبل مرحلة البلوغ وعنده مشكلة سواء تقدم بالفك العلوي أو تراجع بالفك السفلي أو تقدم بالاثنين مثلا، ففي أجهزة مخصصة لكل حالة، تمام؟ سواء بنستعمل اكسباندر موسعات أو هيد جير أو فيس ماسك أو تشين كاب، طبعا يعني كل جهاز له استعمال، تمام؟ في أجهزة مثلا يعني ببسط لك الموضوع، أنا عارف يعني بالنسبة للمسميات معقدة. يعني في زي إنه عندك الفك العلوي متقدم، تمام؟ فإحنا بنلبس، يمكن شفتيها في الأفلام حتى، وهيك بيكون في إشي مربوط هيك عند الأطفال، تمام؟ وحدايد هيك طالعة. فحسب كيف يكون وضع الفكين نستعمل الأجهزة هذه. بيستعملوها تقريبا الأطفال من 8 إلى 12 ساعة في اليوم. بيلبسوها بشكل معين، بتلبسوا لها مطاطات بشكل معين، بتكون لها نتائج يعني في مرحلة البلوغ فعليا النتائج مثيرة، بتغير الوجه بشكل كبير. طبعا إلى الستاندرد اللي احنا حاطينه يعني. والآن معروضة على الشاشة دكتور، ممكن تكون حالة لي، ممكن تكلمنا على الحالة دي، هل هي فيها وكيف تم العلاج بالنسبة للبروز يعني الجدا باين؟ ممكن من حالة مثلا يعني إذا بتسألين عن مص الأصبع ممكن يؤدي إلى فراغات أحيانا أو دايستما بنسميها أو فلجة، تمام؟ فبيكون علاجها طبعا بعد من او حتى لو سكرنا التقويم، شوف طبعا لازم العاده اللي سببت هذا الشيء لازم نوقفها، سواء كان بالاصبع او اللسان. لازم نوقفها طبعا. هذه الحاله بعد علاجها بالتقويم اخذت تقريبا 10 شهور او سنه، تعتبر حاله بالتقويم فقط وليس جراحه هذه الفكين. لا, لا لا هذه حاله فقط بالتقويم بس، واستعمل الى استكمال المطاطات تقريبا حوالي 10 شهور الى سنه. يعني الدكتور فعلا بنشوف انه في حتى غير البروز للاسنان برضه بنشوف انه في فراغات زي ما انت ذكرت، ودي برضه ممكن تكون من اللي هي العادات السيئه مثل مس الاصبع، وزي ما ذكرنا اغلب العادات دي بتكون للاطفال منذ الشهور الاولى. ففكره انه انا اقدر اعالج هذه المشكله بالمقابل طبعا بتأكيد انه انا اترك هذه العادة السيئة اللي وصلتني لهذه المشكلة، فكيف بيكون العلاج؟ يعني هل في الاول نحن بنشتغل على انه نحن نترك هذه العادة السيئة ام بنشتغل على حل حسب طبعا دائما البداية نحن نترك العادة السيئة، بالذات لو كان في مرحلة متقدمة، حالات زي احيانا زي العضة المفتوحة او البلع العكسي. لما نوقف العادة احيانا بدون تدخل من تقويمي الحالة بتتعالج لحالها، بس ده لو كان في عمر مبكر. في عمر مبكر طبعا. لو تدخلنا وعالجناها بالتقويم بدون ما نشيل المسبب، فاحتمال كبير انها ممكن ترجع، لانه ده بعد التقويم ما نشيله طبعا، في لازم روتين. مع التقويم والحدايد بيكون صعبة شوية ممارسة هذه العادة دكتور؟ ام في والله في حالات لازم تحط جهاز يمنع، يعني فاهم كيف؟ نحط كابح للسان او شيء دائم يمنع. بنحفز يعني في العاده في العياده بحفزهم اول شهر شهرين. لو لقيت العاده ما وقفها فبنحط شيء احيانا از ريمايندر طبعا، يعني احيانا في مص الاصبع، يعني احيانا بحط لهم اشياء حتى على الاسنان من الخلف، حاول تحفزهم ريمايندر بالضبط انه يبطلها، سواء مص اصبع او بلع عكسي. بلع عكسي بيكون غالبا مرتبط بالتنفس من الفم، فبيكون اللسان متعود يتعود يتمدد للامام، فبسبب العضله المفتوحه. هذه المشكله كمان دكتور برضه يعني لها اللي هي مضاعفات في الشهيه وطريقه الاكل برضه، العضله العكسي بتاثر طبعا. بتاثر على الاكل، بتاثر على النطق، بتاثر على كثير اشياء. يعني هذه الحالات اللي انا بنعتبرها علاجية مش فقط تجميلية. يعني إذا مصت يعني لازم احنا نعالجها، لأنها مش فقط للتجميل، هي بتأثر على الأكل زي ما قلتي، وبتأثر على النطق وطبعا على الثقة بالنفس. كمان كثير من الأهل بيكونوا دايما في عند اتخاذ خطوة اللي هو التقويم للأطفال بيكونوا متخوفين من مشكلة الأكل ونزول الوزن وهذه المشاكل اللي دايما بتكون في بداية التقويم، يعني لسه نحن ما تأقلمنا على وجود التقويم. يعني شنو هي النصائح اللي انت
هلا بعد ما نركب التقويم، عملية تركيب التقويم ابدا مش مؤلم، تمام؟ الالم او احساس ديسكومفورت بيبدا ممكن من 4 لـ6 ساعات بعد ما نركب التقويم، احساس يعني بعدم الراحه بالضبط، بيبدا ليلتها يعني. بيختلف من شخص لاخر، في ناس بتحس فيه وبالناس ما بتحس، وغالبا بيستمر 3 ايام وبتلاشى بشكل تدريجي. ممكن اول يومين او 3 ايام بنصح بس انه ياكلوا اشياء خفيفه، في اشياء تعتبر ممنوعات زي المكسرات، زي الكراميل او اكل الستيكي ممكن يكون. هذه اشياء بسبب صعوبه تنظيفها طبعا، او اشياء قاسيه ممكن تؤدي الحاصرات او بركس التقويم انها ممكن تتحرك القاعدة من مكانها بالضبط. ففي ريستريكشنز طبعا، بنعطي التعليمات بعد التركيب، بس العمليه بتكون سلسه يعني. بعد 3 ايام المراجع بيكون متعود على التقويم، بيكون بشكل طبيعي يعني. دكتور انت برضه ذكرت موضوع يعني موضوع مهم جدا، اللي هي نظافه التقويم. نحن عارفين انه قد ايش مهمه جدا نظافه التقويم، فحابين برضه انه نتكلم على النقطه دي، وانه كيف بيفرق نظافه التقويم عن الاهتمام بالتقويم اثناء فتره التقويم عن غير الاهتمام فيه طبعا بالنظافه. طبعا هلا لازم بشكل عام لازم نهتم بالنظافه الاسنان طبعا، بالتقويم او من غير تقويم. لازم ننظف اسناننا 3 مرات في اليوم، نستعمل فرشه ومضمضه. بيزيد الموضوع مع التقويم طبعا. هل ليها فرش مخصصه مثلا؟ بالاضافه للفرشه الناعمه والمضمضه، في بتيجي فرش صغيره للتقويم بتنظف ما بين السلك والحبات. الاشياء اللي بنصح فيها دائما نستعمل الخيط المائي الووتر بيك او فرشه كهربائيه، بتكون ممتازه مع التقويم. بالاضافه الحين او يعني معظم يعني كثير في احنا صرنا صار شيفتنج، يعني ما بتكلم على الاطفال، بتكلم على حتى على الكبار اكثر، صار شيفتنج الى التقويم الشفاف او لها مسميات محدده اكيد، اللي هي بتكون عباره عن قوالب شفافه. اكيد طبعا، يعني موضوع التقويم الشفاف ده في كثير من الاسئله عليه، ونحن حنخلي اخر الحلقه. خلينا الان في التقويم العادي، لانه في كثير من الاسئله. برضو دكتور بالنسبه للتقويم العادي بنشوف انه بنسمع، خلينا نقول معلومات، انه والله فكره انه انا لو ما وظفت عند الدكتور في اللي هو جلسات الشد اللي هي بالتوقيت المناسب واكون مواظبه، دي بتعمل مشكله في الشكل النهائي للابتسامه. طبعا من بدايه التقويم بوضح للمراجع كيف حتكون خطه العلاج وقديش حناخذ وقت. ولازم زي ما بقول بعطيه مواعيد، غالبا بتكون شهريه او بتكون شهريه في البدايه او 4 5 شهور، بعدين بنخليها كل 3 اسابيع او كل اسبوعين. التزامه في مواعيد الشد في موعدها بيخلي العلاج يمشي بطريقه سلسه. وببلغ المراجع في حال انه حيتعذر لسبب سفر او غيره، لو بلغ قبليها انه ما حيقدر يجي تمام. فبناخذ اجراء بحيث انه يكون الشد اخف او بحيث انه ما تصير مشاكل طبعا. بس دائما دائما لازم يكون يراجع مع اذا بده يخلص الحاله، لازم يراجع مع الطبيب كل شهر. طب دكتور، يعني حتة اللي هي السفر، لأنه التقويم دائما بيكون لفترة طويلة، فهل ممكن أنه أنا أبدأ مع دكتور وأكمل مع دكتور يعني آخر في بلد مختلفة، أم هي الفكرة أنه هي فكرة تجميلية، أنه كل طبيب بيكون له فلسفة خاصة في علاج الأسنان؟ بالضبط بالضبط، يعني أبدا ما بننصح إذا بتبدأ مع طبيب يكمل معه، لأنه زي ما قلت كل طبيب له رؤية وله فلسفة وعارف الحالة من البداية تمام، وإيش اللي بدنا نوصل له، وإيش اللمس اللي فيها. في حال زي ما قلتي كان عند المراجع سفر أو إشي ضروري ما حيقدر يراجع مع الطبيب هذا بشكل نهائي، يعني لو كان في سفر 2 أو 3 شهور ممكن يرجع يراجع مع طبيبه. طبعا بنعطي تقرير بالحالة وبنحولها، بس يعني غالبا في التقويم بالأخص يعني الأطباء ما بحبوا ياخذوا حالات ترانسفيرد او يكملوها، لانه زي ما قلت كل طبيب له فلسفه، وممكن الطبيب يكون واصل لمرحله معينه لو صار يكمل عند اكثر من طبيب ممكن
بتيجيني مراجعين احيانا بسبب هذا الموضوع، يكون في تشويه بالضبط، يعني بيجلسوا في التقويم 5 و6 سنوات وما في نتيجه بسبب انه ما التزموا مع طبيب واحد. صحيح، دي معلومه مهمه جدا. وخلينا برضو نطلع مع الكنترول ونشوف برضو جزء من اعمال الدكتور ونعلق عليها. دي هي دي الحاله اللي ناقشناها. نعم، عرضناها من الان. وهي دكتور دائما مشكله البروز الفك بتبان دائما من اللي هو من البروفايل، من الجانب بالاشعه، حتى بناخذها اشعه سيفالومتريك هي اللي تبينها اكثر. جميل جدا. هذه نفس الحاله بالضبط، بس هذا من الامام، منظور امامي. هذه حاله فيها بنسميه كراودينج او تزاحم. حاله زي هيك، حاله زي هذه انحلت من غير خلع، فقط كنا محتاجين توسيع للفك وما احتجنا نخلع. فدائما بقول لك نرجع دكتور معلش للحاله اللي قبلها، انه ما احتجنا خلع. نفس الحاله بالضبط، نفس الحاله. طب فين راحت كل الاسنان هذه؟ استعملنا نوع من التقويم بيعتمد على التوسيع، بيسموه ذات الربط او سيف لايكيتنج، بيؤدي توسيع الفك والاسنان تترتب. يعني بسبب احنا وسعنا الفك الاسنان بتلاقي مكان بدون من غير ما تبرز. بالاضافه ان لها كان عوامل ثانيه، كان في عضه عميقه فتعالجت واستعملت الالاستكس فتعالجت هذه الحاله من غير ما نحتاج لخلع. دكتور كم دائماً ما بقول لك الحالة؟ الخلع ما هو مرتبط دائما في كم اخذ علاج هذه الحاله دكتور من دون اقل من سنه؟ اقل من سنه. هل بيتم برد الاسنان بعد اكتمال العمليه؟ بالضبط، في التقويم احنا بنحرك الاسنان، تمام، بنحركهم بنرتبهم. اذا كانت في بعض قلما يعني في بعض الحالات اذا شكل السن، انا بتكلم على السطح السفلي او الخارجي، كان في اي عيوب ممكن احيانا ممكن تسوي برد بنسبه بسيطه جدا، يعني تقل عن ربع ملي مقبوله. اكثر من هيك لو سوينا برد اكثر من هيك ممكن يؤذي السن. فيعني لما يكون احيانا بتجيني حالات، لانه برضه في كثير ناس ممكن مو سبب بقول لك انا اسناني طويله فهل لازم ابردها؟ ف مجرد البرد لحاله لا، غلط طبعا. احنا بنقدر نقصر الاسنان بالتقويم، بس لو كان سطح السن فيه مشكله ممكن نلجا لبرد بسيط. جميل جدا ما شاء الله دكتور. يعني طيب دكتور برضه في هل هذه نفس الحاله ام حاله مختلفه؟ لا، هذه حاله اخرى تعالجت بالتقويم الشفاف. زي ما قلت لك فيها عند اللاترا او السن الجانبي في كروس بايت، او السن زي ما انت شايف السن الجانبي داخل، هذه يعني المشكله الاساسيه وفي فراغات تحت. وتعالجت بالتقويم الشفاف تقريبا 7 شهور. ما شاء الله. طب دكتور برضه سؤال، يعني مع مشكله اللي هي بروز الفكين، كيف بنحل هذه المشكله مع في حاله زراعه الاسنان؟ يعني هل ايش المعالجات اللي ممكن تكون؟ هلا اوكي، تقصدي لو كان المراجع مركب زراعه؟ مركب زراعه اسنان وفي مشكله كمان للبروز. طيب هو بغض النظر ايش المشكله، يعني بروز او غيره، مشكله التقويم طبعا مشكله انه احنا نكون في زراعه ونركب تقويم بعدها. يعني دائما بنخلي خيار الزراعه قبل التقويم، لانه سن الزراعه ما بيتحرك زي الاسنان العاديه، تمام، هو بيكون يعني لازم مكانه بالفك ما بيتحرك. بالعكس ممكن يحرك الاسنان الاخرى تنسحب ناحيته، بس هو يفضل في مكانه. في حال اذا مراجع وصار انه هو مركب زراعه اوريدي، فبيكون في ليميتيشن في العلاج، بنحاول على اساسها اذا بنقدر نعالج الحاله بطريقه معينه. اذا كان في حلول اخرى بنلجا لها. ممكن يكون بس حيحد جدا حيحد العلاج، بروز او غيره، يعني بروز او غيره. وجود الزراعه ومكان الزراعه حيأثر على التقويم، حيأثر على خطه العلاج. حسب يعني طبعا شوفي في التقويم ممكن كل حاله بدها يعني بدها دراسه، وكل حاله لها خصوصيتها. صحيح، لها ظروفها الخاصه. بالضبط بالضبط.
بالضبط. بس المعلومه المؤكده انه مشكله اللي هي زراعه الاسنان دائما بتكون عائق في تجميل الاسنان، سواء بروز او تقويم. هلا بالضبط، انا ممكن اعطيك الترتيب باختصار. انا لو اجاني مراجع حابب يركب تقويم، ففي مراحل قبل ما نركب التقويم. بناخذ نظره شامله على الاسنان وعلى اللثه، لو في اي تسوسات المريض المفروض يعالجها، لو في اي مشاكل في اللثه المفروض يعالجها. بعدين بياخذ ضوء اخضر انه يركب تقويم، بيركب تقويم، بيخلص من التقويم، بعديها ممكن يلجا للزراعات او التركيبات. جميل جدا. والان برضو عرض على الشاشه فيديو توضيحي، خلينا نتابع برضو، نطلب من الكنترول اعاده الفيديو. هذه حالة من التقويم الشفاف، بيوريكي كيف بيتم العمل. التقويم الشفاف تكون فكرته كالآتي، يعني لما يجي المراجع أول مرة احنا بناخذ سكان بالجهاز 3D ديجيتال للأسنان، بيورينا أسنانه 3D، بوريه مشاكل اللي عنده، وبوريه برضه بشكل توضيحي كيف الأسنان راح تصير. في أول زيارة المراجع بيشوف النتيجة وأي تعديل بنقدر نعدلها على أسنانه، يعني أول ما يبدأ. طبعا هذا ثورة صارت في التكنولوجيا، انت تيجي تشوفيها قبل ما تبدأي. لما يوافق على الخطة بيكون العلاج عن طريق القوالب الشفافة. هو زي ما قلت انت حبت او انه لو ممكن نتكلم عليه هلا. التقويم الشفاف والقوالب الشفافة هو يعني احدث شيء صار في التقويم. زي ما بشوفي بسوي خطة علاج بتكون واضحة بالضبط على الكمبيوتر بالضبط للمريض، وبنصمم قوالب مخصصه للمريض بحيث انه يصير كل اسبوع يلبس قالب، بيلبسها لمده 20 22 ساعه في اليوم، بيشيلها وقت الاكل وبيرجع يلبسها ثاني. ممكن يشرب عليها بس ما يكون شيء حار يعني كثير. طب دكتور كلمنا اكثر عن القوالب السحريه دي، يعني هل هي مؤلمه اثناء وضعها؟ كيف بتشتغل؟ كيف الاليه؟ هي نفس زي ما قلت زي التقويم او التقويم الشفاف، هي ادوات انت حسب كيف بترسم الخطه بتوصل للنتيجه. يعني نحن بنعرف دكتور، معلش بدون مقاطعه، بنعرف انه التقويم العادي انه دائما بتكون في اليه بتاعت شد وممكن تكون شويه مؤلمه، بس نحن انا حابه اعرف كيف اليه عمل هذه القوالب. كيف اليه عمل هذه القوالب؟ زي ما شفتي في الفيديو بيورينا مراحل، في هنا فراغات، فبيورينا مراحل تكفير الفراغات. بيكون كل قالب مصمم انه يعطي قوه معينه للاسنان بحيث انه يسكر الفراغ او يحرك الاسنان بشكل معين. فبيكون عندك مثلا 10 20 قالب حسب الحاله، الخطه حسب الخطه. كل قالب بيحرك الاسنان شوي شوي الى ما نوصل للنتيجه النهائيه. زي ما بقول لك هو ثوره وصار فيها تطور كبير، صارت بتعالج يعني نسبه كبيره من الحالات، يمكن 90% من الحالات صرنا نعالجها فيها. وبنفس الوقت يعني هي كثير صارت اسهل، منظرها ما بيبين، تقدر تشيلها وتاكلي براحتك، فكثير صاروا يتجهوا لها. وغير مؤلمه ابدا. هلا مؤلمه اول ما تلبس قالب جديد بيكون في شد، يعني مده ساعتين ممكن تتعود عليه. بس هي فعليا ثوره صارت في التقويم وتطورت كثير يعني. تمام، بس هي مو مجرد القوالب هي اللي بتحرك، هي البلان او الخطه اللي بيحطها الدكتور بيوصل فيها على النتيجه. انا بديتها يمكن من 6 سنين وباي اكسبيرينس، يعني كنت متخوف منها في البدايه بس باي اكسبيرينس لا صرت بدنا نعالج، يعني ممكن اقول لك 90% او 95% من الحالات صرنا نعالجها فيها. طب يعني هل في مثلا ممنوعات مثلا في اثناء استخدام هذه التقويم الشفاف؟ الممنوعات انه انت ما تاكلي عليه، المفروض تشيليه وقت الاكل عشان ما ينكسر، وتلبسيها تلتزمي فيه بالوقت المحدد يعني 20 الى 22 ساعة. كده ارتحنا من مشكله اللي هي الاهتمام بنظافه التقويم والمنظر. وصحيح صحيح، بس ستيل يعني انا في ستيل مراجعين غالبا المراهقين بيحبوا النوع التقليدي من التقويم او الالوان، يعني بشوفوا انه في ممكن يكون زينه اكثر. بالضبط بالضبط، يعني ستيل ولا كان الأكثر صاروا يتجهوا للشفاف. جميل جدا. وبالنسبة لي اللي هي الأعمار اللي بتقدر إنه هي تستخدم التقويم الشفاف، نفس التقويم نفس التقويم تمام، بس يعني لو كانت سن صغير احنا يعني
بس بنأكد على الطفل انه يلبسها، وبيكون في زي ماركرز او في دوتس يعني زي للدكتور محدده في عليها الوان، فبيعرف الدكتور انه فعليا الطفل لبسها ولا لا والتزم فيها الساعات المعينه. الكبار لا يعني بيعتمد عليهم. دكتور طب يعني في علاج اللي هي الاسنان بالنسبه للاطفال والكبار، يعني انت وين بتحس انه في اكثر لطافه في التعامل مع المريض، هل مع الاطفال ام مع الكبار؟ مع الكل مع الكل مع الكل يعني بس الاطفال انا بحفز اكثر الاهالي، يعني بالذات لو شفتي مشكله كبيره انا بحفز الاهل، يعني بقول لهم فعليا لا الطفل محتاج ولازم ناخذ الاجراء بشكل سريع. بالنسبه للكبار انا بوريه المشكله وبوريه الحل وبعطيها يعني فاهم كيف، وبخليه باختياره طبعا تمام بما انه هو واعي وبما انه ممكن في التايم لاين عندنا يعني ما حيكون ايرجنت زي المريض الصغير. بس لو بتساليني لا انا يعني ممكن في الاطفال بسبب ان انت بتحل مشاكل كبيرة وبتمنع مشاكل ممكن تصير أكثر، فأنا بحفز أكثر عليها. جميل. طب يعني دكتور كمان موضوع اللي هو التقويم، يعني تفتكر هل هو فقط بيأثر على الابتسامة أم ممكن يأثر على الوجه كامل؟ بيأثر على الاثنين طبعا، بيأثر على الاثنين يعني سواء على الوجه أو على الابتسامة. زي ما قلت لك في معايير للأسنان وفي معايير للفكين لو ما كملتها طبعا. هلا بالنسبه للثه المفروض يكون بين 2 ل 3 ملي، لو بينت اكثر من هيك ما بيكون كثير حلو، واذا بينت اقل من هيك ما بيكون كثير حلو. رسمه الاسنان مع الشفايف المفروض تكون يعني او بفضل انها تكون ماخذه كيرف مع الشفايف السفلين تكون ماشيه زيها. لازم تكون الابتسامه برضه ماشيه مع الببق تبع العين يعني نفس الخط مع العيون. في معايير كثير بتاثر على الوجه وعلى على على, على, على الاسنان، فهي طبعا يعني زي ما كيف اشرح لك اياها، بس هو الوجه بيكتمل بالابتسامه طبعا. اكيد طبعا اكيد الوجه بيكتمل بالابتسامه، بس التقويم مو بس تاثيره على الاسنان، بالعكس يعني حالات زي العضه المفتوحه لما نقفلها بياثر على شكل الفك، بيأثر على طول الوجه. فالموضوع يعني كثير كثير في زوايا طبعا، مش بس على الأسنان. عشان هيك بناخذ أول شيء بناخذ قبل التقويم بناخذ أشعة جانبية، أشعة بانوراما، بنشوف كل المشاكل وبنشوف كيف الحلول. في حالات بتكون بسيطة زي لو فراغات فقط بيكون بس تأثير على الأسنان، في حالات بتكون أكبر لا بيكون في لها تأثير على الوجه. وكمان بيكون لها تأثير كمان على الصحة النفسية بالنسبة للمريض. طبعا طبعا يعني موضوع كمان الصحة النفسية طبعا في كثير ناس يعني بسبب انه في مشكلة في اسنانه سواء حقيقية او سواء هو متخيلها بيكون ما بيضحك، بس بتلاقيهم لما يضحكوا بيخبوا وجههم. فاكيد بيأثر على النفسية حتى لو شيء صغير، يعني حتى لو انت عندك حبه هنا في انفك صغيره انت ممكن تكون شفاها كبيره ولا شفاها صغيره. طب لما تشيلها بترتاحي. كيف بتتعامل مع، يعني انت ذكرت اللي هي نقطه مهمه جدا انه كثير النفسيه بتاثر على كثير من الاشخاص، حتى لو كانت هذه المشكله مش حقيقيه بس هو شايفها، فكيف بتتعامل اذا كان؟ علشان هيك انا هذا واجبي اي مراجع يجي يكشف ابين له اذا في مشكله او لا. وإذا طبعا وإذا ما في مشكلة أو مشكلة كبيرة أو صغيرة بوضح له إياها، ويعرف إيش الستاندر أو إيش الصحة أو إيش الإمكانيات اللي ممكن نوصل لها في العلاج قبل ما يبدأ. لأنه ممكن فعليا زي ما بتقول ممكن تكون مشكلة نفسية ما يكون في مشكلة حقيقية. فعلا دكتور برضو كمان من اللي هو الاهتمام الزائد دائما بالجمال الأسنان والابتسامة، من المعلومات اللي بنسمعها كثير كانت في الماضي، خلينا نقول يعني الآن مع زراعة الأسنان والطب تطور جدا، بنسمع أنه دائما عند النساء هاجز من خلع الأضراس الخلفية أنه هي بتدي عمر أكبر أو بتدي أسباب اللي هو لعدم بروز الخدين بصورة جميلة. هلا موضوع ده دروس العقل موضوع كبير طبعا تمام.
كتير من الحالات بسبب صغر الفك، تمام، ضروس العقل ما بتلاقي مكان. هلا بيقول لك تاريخيا، ممكن بيقول لك زمان كان الانسان فكه اكبر فكان بيستحمل ضروس العقل انها تطلع بشكل طبيعي، بس الان صارت لا 90 او 80% ممكن نيجي الحالات ضروس العقل ممكن ما يكون لها مكان، تمام. هلا كعلاقه بالتقويم في لها شقين طبعا. ممكن اثناء العلاج نكون محتاجين نخلع ضروس العقل بسبب ان احنا محتاجين نوسع الفك او اجراءات اخرى. وبعد التقويم لانه ممكن يصير احيانا بيصير ريلابس احيانا بعد التقويم او الاسنان ممكن ترجع، في دراسات بتقول انه احنا ممكن نخلع ضروس العقل تمنع اللي يصير تراكم في الاسنان مره ثانيه، وفي دراسات بتقول انها ما لها علاقه، وفي دراسات كثير بتقول انها ما لها علاقه، بس اي بليف انها ممكن لها علاقه لانه في كثير حالات بصير في لها ريلابس بسبب انه ضروس العقل ممكن تضغط عليها. بس يعني بنسوي دراسه يعني ضروس العقل هل هو حيحتاج خلع، هي في اي مشاكل من الخلع او حنسيبه بشكل طبيعي، اذا التهب ممكن نخلعه. طيب وضرس العقل نفسه في الكثير من المعلومات. اولا يعني بنتكلم عن اللي هو العمر اللي ممكن يطلع فيه ضرس العقل، هل له عمر محدد دكتور؟ غالبا بيبدا من 20 الى 30 سنه. هذا العمر الطبيعي اللي بيطلع فيه غالبا، حتى من 23 الى 25 بيختلف الرينج من شخص لاخر. بيختلف الرينج من شخص لاخر، وممكن احيانا ما يطلع بسبب انه ما له مكان، بيضل محشور العظم، وفي حالات اصلا ما بيطلع لها ضروس العقل. حلوة المعلومة دي، لأنه يعني دائما بنسمع كثير من المعلومات اللي هي بضرس العقل، إذا كان أنت كبرت في العمر ولا لسه باقي شباب وبتربط الموضوع بضرس العقل، فمعلومة جميلة جدا واستفدنا كثير من المعلومات بخصوص اللي هو التقويم الشفاف، الطفرة اللي حدثت في تجميل الأسنان. وبس كمان سؤال يعني مقارنة بالأسعار دكتور، هل التقويم الشفاف مقارنته بالتقويم القديم او الاسلاك؟ في فرق بس ما هو كبير الصراحه، يعني فرق ما هو كبير الصراحه. دائما بيتخيل انه هذه التقنيه ممكن تكون غاليه جدا. الاسعار، لا الاسعار متقاربه غالبا. اسعار متقاربه، في يعني الاغلى الشفاف بس اسعار متقاربه، بس يعني لهذا هنا واجب الطبيب يشوف الانسب يعني للحاله، يعني اذا في حاله سواء بلزمها تقويم شفاف او تقويم معدني، تمام، يعني واذا كانت حالات قليله مثلا كالانياب المطموره طبعا، او في لو في اسنان مطموره بنستعمل التقويم المعدني بغض النظر عن رغبه المراجع، تمام، او في حالات بتسيب الخيار للمراجع، بس هو واجب الطبيب انه يختار الانسب، بغض النظر عن التكلفه بالنسبه للمريض. بالضبط، اكيد. طب دكتور برضو في سؤال، يعني دائما كنا بنسمع بالنسبه لي مشكله بروز الفكين ولخبطه الاسنان، بنسمع كان انه هي الخطوات انه في الاول التقويم، بعد انتهاء التقويم بنشوف مشكله بروز الفكين، هل هذه المعلومه صحيحه؟ نقطه كثير حلوه قلتيها. في حالات بنقول زي بوردر لاين، يعني زي الحاله اللي ممكن نعطيها، ممكن بعض الاطباء يلجأوا للخلع لانه زي ما بتقولي في تراكم، في كراودنج للاسنان، ولو الاسنان رتبناها بدون ما يكون في مساحه ممكن اسنان تبرز، لانه ما حتلاقي مكان فحتلاقيها برزت لبرا، فبنلجأ للخلع. او في حالات زي ما قلت بنسميها بوردر لاين، فاحنا بنقول حنبدا حنوسع الفك حنرتب الاسنان، إذا بعد 4 إلى 6 شهور بتوضح الصورة أكثر، هل في بروز كبير أو بنقدر مجرد توسيع الفك الأسنان تترتب فما نلجأ للخلع. فنقطة كثير جميلة أنت قلتيها، شكلها تجربة شخصية صارت معك أو شيء. فعلا دكتور، ودائما بتكون في كثير من في الأسئلة بالنسبة للمراجعين بخصوص اللي هو الأسنان واختيار أيضا الطبيب المناسب. دكتور ممكن يكون في كثير من المراجعين اللي قاموا بعمليات تقويم ولكن النتيجة في الأخير
ما كانت النتيجه اللي مرغوب فيها. طبعا احنا بنتكلم عن التقويم القديم مش التقويم الجديد. بغض النظر التقويم الكبير قديم او جديد، طبعا هي بتعتمد موضوع على خطه العلاج. لازم الطبيب يكون واضح مع المراجع من اول زياره، يفهموا كيف النتيجه حتكون، ما عشان ممكن يكون مراجع فقط يعني في نتائج خياليه في راسه بالضبط، ما تكون واقعيه، او ممكن يكون الغلط من الجانب الاخر انه ما فهم ايش المراجع بده اياه. فهنا واجب الطبيب انه يوضح كل شيء الصوره كامله للمراجع من البدايه عشان ما يصير المشكله اللي قلت عليها. فعلا دكتور، يعني نحن سعيدين جدا لوجودك معنا اليوم في الحلقه اللي مليانه معلومات صراحه، قدرت انه تفيدنا فيها. ونحن خلاص وصلنا لنهايه هذه الحلقه، نحن حابين في دقيقه كده نصائح انت ممكن تديها للساده المشاهدين بخصوص حلقتنا اليوم. بما انه الموضوع بتخصص يعني او كان معظمه عن العادات، ف يعني you can research about it، يعني موضوع كتير سهل ان احنا نشوف ايش العادات اللي ممكن تسبب مشاكل للاسنان، مثل البلع العكسي او مص الاصبع او التنفس من الفم او غيرها. لازم نلاحظها ونحاول، او حتى الباسيفاير اللي هي اللهايه برضه ممكن تسبب مشكله برضه بالنسبه للاطفال والرضع. الاطفال بالضبط. فلو نمنع المشاكل هذه. وثاني شيء، من 7 سنوات ممكن تكون أول زيارة مجرد كشف عندك طبيب التقويم، ممكن تمنع مشاكل كتير إن شاء الله. شكرا لك دكتور محمد خريسة، أخصائي التقويم والفكر الماجستير للتقويم. شكرا لك للحديث عن العادات السيئة اللي بتسبب تشوهات الفكين، والحديث أيضا عن التقويم والكثير من المعلومات اللي أفدتنا بها وبتأكيد أفدت المشاهد. شكرا لك مشاهدينا على حسن المتابعة، ونشكر كمان أكيد الكاست العامل على حلقة اليوم. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى. في أمان الله.